السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نتلاقاو مع شارع بن متاشفين. بن متاشفين سيتلاقى مع شارع عقبة بن نافع. يعني هاد الطريق هادي الا مشيتي مع نيشا تبقى غادي توصل لتطمن لي، يعني ما تدور لا هوك لا هوك، وبقيتي غادي مع الطريق نيشان عاوتاني تبقى توصل حتى لبن سليمان ولا فضالات ما بغيتي تمشي. شحال الضو دابا؟ حطيك ليا ونطيو، يعني خاصك تعطي لي من هنا، ولكن الا كان البوليس عطا راه غادي نوقف. هذا الطاكسي شويه طلعو حتى حنايا. الناس واخا شاد الفيلم انت عارف واش غانو نسير كاع. صحاب راسو هو ديما عندو الاصدقاء، هذا هو مرجان ديال بن متاشفين. يعني هذا الطاكسي قلت لكم ما كان الضو خاسر في كليمون، طيب يعني غصو وقف وتسنى لي من ديالو الخوا على باش يدوز. هذوك اللي في اليسار ما يخليهمش يدوزو، هما غصهم عطاو عاوتاني الميل. القانون ساهل اه، هذا ما تيبغيش يدوز، تيبغي يديرها اللي قال لي راسو. وكاين بوليسي تما اه، صافي الضو شعل. عرفتي بان تما من الجهة الاخرى هداك الشيء عباد دايرينها مزيانة هي. وخا تكون شي بلاصة اللي نقولو ما عندكش الرؤية مزيان باش تشوف الضو، ندير لك الضو قدامك باش تشوف. Thank you.
كازا راه واخا الماتش ديال المغرب هادي راه كيما تتبان لكم كازا يعني فيها امبوتياج فيها سيركيلاسيون بزاف قربنا النهاية ديالو والله شيم بزاف الناس اللي جايين من جنوب الصحراء تيبان باقا 32 دقيقة باقا 32 ثانية تسرحوا فيها شوية سبقهم هنا وشعل الله بسم الله دابا علاش راه دابا في برا تتلقى صحاب بيكالات عندهم واحد الممر لقدام دابا بحال واحد انا من ورايا يبغى يدور على اليمين يعني انا نكون انا ما خليتني فين قدامي باش هو يدوز على خاطر لكن هنا باقي عندنا ما دارو صحاب بيكالات خاصهم يكونوا دائما متقدمين على صحاب الطوموبيلات ما يكونوش في نفس الخط زعما هاد الانطلاقة ماشي بحال هاد مقرب غير شي مقرب صحاب بيكالا راه يوحل ها هو راه عامرين بنادم تيتفلو تي راه كاينين شي محاولات والله اعلم الدم بقى ما عتا ما بادي دورا هذا مساكن راه تجي من فوق اش ماركا ولا لا احنا وقال حضرنا البيت ماركا يا الله يا سيدي احنا يا احنا عيشناكم في واحد الاجواء مختلفة على يعني واخا صايقين وريناكم وريناكم زعما الاجواء راه المغرب بالي هاجمين على كرواتيا لكن راه باقي الوقت الله قريبا ما تكون شي ساعة هادي باش لعب نتمنوا لهم التوفيق
القهوه هذه كاع ما مسوقين مواليها الكور لكن كاع مسوقين حتى هي خاويه. جا في واحد الوقت شوية ديرونج ممكن جا في شي وقت ماشي ديال الخدمة بدا قهوة عامرين بشهر حنا قربنا ننهيو كثير عاد من شي 20 دزنا بعدا بزز راه فين كاين الجامع هاديك هي البديل ديال الشارع عقب المنافع كاينين العقابة بزاف هنا يعني الدار ميدا بحال كشتي هابط المدينة هابط مدربي مش تم راجع كاين العقيل كاين الطلعات ديال قطر صراحة زوين الافتتاح كان زوين حتى هو الماتش حتى هو زوين خصوصا الماتش ديال السعودية انا كنت ما تفرجت ولكن شفت 1-0 النقطة الأولى معرفتش يخرجوا تعادل حيت هذاك المدرب هيرفي رونار عفريت تيعرف يقرا الماتشات شتي دابا المدرب احنا دابا هادي هي الدورة ديال الحي هنا ملي تيدور تراموي انا كنغادر للحي المهندي دابا المدرب اللي تيبان لك النقطة الثانية كان خاسر ورجع كما تنقولو قلب طويلة داك هو المدرب انا اللي تيعجبني حتى يعرف كيفاش كيف تأكلوا الكتف كما تيقولو حيت المدرب اللي تيكون رابح الميطة الأولى بين الشوطين هي فين تتبين واش عندك ولا لا التعليمات ديالك تيزيد تيجيبو أهداف أخرين صافي تتنهي المقابلة كما تلاحظو راه المدربين الواعرين راه تيكونو ديما خاسرين في بروميير ميطة دوزيام ميطة تيولي رابح يبدل الخطة تعطي تعليمات أخرى تقرأ الماء الخصم ايوا هادشي اللي كاين واخا
المغاربه انا خايف عليهم من الميطه الثاني كاين الحراره. الفرق خرايين راه ما عندهمش لياقه البدنيه. ايوا هنا غادي من الشارع بنت اش فيه. نتمنى يكون عندكم الله يرحمه.